بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من برنامج قضايا إسلامية. مشاهدون كثر ألحوا علينا أن نطرح عبر هذا البرنامج مسألة يتصاعد الجدل حولها، فبعد تجاوز تعدد المساجد بشكل لافت حتى قبلت ظاهرة التوائم، بعد ذلك تحول الحديث إلى توحيد هذه المساجد في كل مناشطها بدءا بمواقيت الصلاة وليس انتهاءا بالخطب والخطابات، فلا ينبغي أن تبقى بيوت الله متروكة للاجتهاد والمبادرة الفردانية. هذا يعترض المارة بمخلاته، وذاك يستدر عواطف المصلين بالتمويل والتكفل هذا يؤذن فيما يقيم ذلك، يبدأ هذا الخطبة حين يسلم ذلك، يحدق هذا في ساعة الحائط بينما يقيس آخر طول قامة الظل. فهل يعتبر توحيد المساجد ضرورة شرعية أم في الأمر سعة للاختلاف؟ هل من سبيل لتحقيق هذا التوحيد مع غياب ناظم ملزم في إنشاء ورعاية بيوت الله؟ ما هي الآفاق التي تفتحها إجراءات الدولة من قبيل اكتتاب وتكوين مئات الأئمة بل وربما الآلاف؟ إذن قضيتنا الليلة هي توحيد المساجد بين الحاجة والضرورة، ويسعدنا أن نستضيف لنقاشها الشيخ محمداً وللمختار الحسن الأستاذ بمركز تكوين العلماء بنواكشوط، وللمشاركة مشاركة السادة المشاهدين المهتمين بالموضوع ستكون هواتفنا متاحة إن شاء الله، ونستقبل أول مكالمة بعد تأطير الموضوع، وإن أمكن أن نستقبل حزمة من المكالمات المشاركات في وقت واحد ثم نتفرغ بعد ذلك لنقاشها فهذا أحسن، وإلا سنستقبل كل مكالمة حين يتاح لنا ذلك. إذن سيدي الكريم، أهلا بك في هذه الحلقة. أولا، هل هو ضرورة في ميزان الشرع توحيد المناشط في نظام موحد بكل المساجد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته ومن سار على هديه ومنهاجه إلى يوم الدين. من لدي الموضوع أريد أن أنوه بأن الله سبحانه وتعالى أراد توحيد هذه الأمة ويسر أسباب ذلك ودعا إلى ذلك، فوحد كتابها ووحد رسولها ووحد شرعها وربط الوثاق فيما بينها وشائج الأخوة وشائج الوحدة والتعاون والتآزر، قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، سورة المؤمنون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في الأنبياء. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه إذن توطئة الموضوع. ومن خلال هذه المقدمة نرى أن وحدة الأمة من خلال مساجدها، من خلال جماعتها المسجدية، من خلال صلاتها، من أهم الحكم التي من أجلها شرعت المساجد والصلاة في المساجد، ودعي الناس إلى الصلاة في المساجد لضباط عرى الأخوة الإسلامية، و ليتعلم الجاهل من العالم في رحبات المسجد، لنتعلم أركان الصلاة، لنتعلم تجويد القرآن، لنتعلم أحكام السهو وأركان الصلاة وشروطها وأحكام الطهارة، لنجلس إلى حلقات العلم في جنبات المساجد. المسجد هو رباط وثيق يجمع هذه الأمة، ومنه انطلقت أمورها عند التأسيس الأول
للدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسس مسجد قباء، والجمهور على أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء. وإن كان في صحيح مسلم حديث يشير إلى أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما يقول حافظ بن حجر في فتح الباري الجمهور على الأول. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي ويعلمه الناس من خلال المسجد، وكان يوثق عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار في المسجد، وكان يعلم الناس في المسجد. وحديث المسيء صلاته حاطب بن أبي بلتاع، لا حديث المسيء صلاته الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل بينك وبين المصلى، خلاد إنما تعلم أحكام الصلاة داخل المسجد. ومن هناك كانت تجهز الجيوش، ومن هناك كانت تبعث السرايا، ومن هناك كانت توجه الخطابات النبوية إلى الملوك ورؤساء الدول، سواء كانت داخل الجزيرة العربية كعمان والبحرين، أو كانت خارج الجزيرة العربية كمصر والهرقل في الشام. فالمسجد هو رباط محدوي، فلا شك أن ضرورة توحيد الأمة من خلال مساجدها ومن خلال أوقات صلاتها ومن خلال تعهدها لهذه الأوقات وتوحيد الأذان فيها حتى لا يرتبك الناس. نحن الآن في بعض الأحيان للأسف الشديد نسمع بعض الأذانات قد تكون خلال وقت. نحن الآن مثلا أنا عندي مسجد في الحارة، قريب الحارة، يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:40، مع أن التوقيت الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية يجعل العشاء فيما بعد 8:00. بالتالي هذا المؤذن كأنه لم ينظر ولا مرة واحدة إلى المطوية التي وزعتها الوزارة التي تؤسس لهذا التوقيت الذي يضع يده على العاصمة وضواحيها. طبعا هذا التوقيت منذ أن ظهر استطاع أن يوحد الأذانات، لكن للأسف الشديد كأن بعض المؤذنين يؤذن حسب ما تسويه نفسه. ومن المعروف أن شروط الأذان التي ذكرها العلماء والتي ذكرها الشيخ أحمد مولود في الكفاف، من أولها أن يكون المؤذن يعرف الوقت، لأن مع عدم معرفة الوقت يدخل المصلين في متاهات، ربما يؤدون الصلاة قبل وقتها، ربما يفطر الصائم قبل الوقت، ربما يتسحر قد فلق الصبح. فيقول الشيخ أحمد مولود في تعداد الشروط الأذان، شروطه معرفة الوقت نية، عدالة، ذكورة، والتثنية. معرفة الوقت عليه الأساس. وللعودة إلى قضية الرباط الذي رباط الوحدوي الذي يؤسس له المسجد وإقامة الجماعة في المسجد، نشير إلى ما ذكره القالشاني في شرح هذه الرسالة. شرح الرسالة هو من الكتب المعتمدة التي اعتمدها النابغة في الطريحية، اعتمدوا حاشية القلشاني على الرسالة بهذا الشأن. يقول القلشاني قال بعض الشراح: اتفق أهل السير على أن الجماعة خصوصية خص الله بها هذه الأمة المحمدية، فمن كان قبلها من الأمم كانوا يؤدون الصلاة أفذاذا. فلماذا لا نحرص على هذه الخصوصية؟ لماذا لا نحرص على هذا الرباط الذي وحدنا في الأوقات التي حددها الشارع؟ هنالك وقتان، وقت مختار ووقت ضروري، ومعروفنا الأذان هو في الوقت المختار، وأن الوقت الضروري الأذان فيه مكروه. نعم. وفي سواء مختار فرض واسعي يدور بين الكره والمتنعي، ما يقول الشيخ أحمد مولود رحمه الله. فأنا أقول هذه الجماعة التي بني لها هذا المسجد والتي رفع لها الأذان يدعو الناس إليها، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الأذان الشرع لماذا؟ للطلب، ندعو لغير الطالبين بالفلاح، وسنة للطالبين مش السلاح،
واختار تركه إن انتفى الطلب في الحضر اللخم ومالك انتخب، وباتفاق إن يكون هناك من لا يعرف الوقت بدونه يسن. فالأذان إنما شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة ولدعوة الناس إلى أن يؤدوا هذه العبادة مشتركة، ليقفوا رزقا واحدا خلف إمام يركعون بركوعه ويقومون بقيامه ويسجدون بسجوده. صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. ويحذر من هذا الخلاف داخل الصلاة. ما يخشى الله في رأسه قبل الإمام يحول الله وجهه وجه حمار، حديث البخاري. فالمسألة ليست في هذه السهولة. لا تسوون صفوفكم وليخالفن الله بين وجوهكم. إذا كانت تسوية الصف قد تؤدي إلى تفتيت هذه الأمة وتفكيكها وهي لا تسوي صفوفها، وهذا وعد نبوي صادق. صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم. ومن عنده مسكة بالدراية باللغة يعرف أن هذا سياق خبري مؤكد، لأن يعني اللام فيه لام القسم والنون الداخل المضارع للتوكيد، وأن الوعيد فيه أيضا مؤكد: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لتسون صفوفكم أو ليقعن هذا الوعيد. ولعل ما أصاب هذه الأمة قد يكون من خلال هذا جزء من ذلك. أنس بن مالك كما في البخاري كتاب الأدب أو الرقاق يخرج حديث أنس البخاري رحمه الله، فيقول: إنكم، يعني أنس يقول خاطب الموجودين في عهدي، يقول: إنكم لترتكبون أعمالا كنا هي في عيونكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات. هذا الحديث عظيم ويشهد بخطورة هذه الانزلاقات الكبيرة. زمن مبكر أيضا. نعم، الانزلاقات التي تدعو بعض المؤذنين إلى أن يؤذنوا قبل الوقت، آخرون يتأخرون عن الوقت المختار إلى الوقت الضروري. فالمساجد المتجاورة، منها من يصلي والوقت، منها من يصلي آخرة. طبعا لا شك أن هذا الوقت وقت اختياري، وأن الواجب الموسع اللي منه وقت الصلاة يقتضي أنها توقع في أي وقت من أوقات الوقت المختار، وأن من أداه الوقت المختار غير آثم. سواء قلنا إن الوقت الأداء هو آخر الوقت كما يقول الشافعية، أو كما يقول الأحناف، أو أول وقت كما يقول الشافعية، أو مفهم كما يقول المالكية. المهم أننا إذا ارتبطنا بهذا التوقيت الآن موجود والذي لا تخلوه المساجد، يعمل على حتى تهيئة المصلي للصلاة. واحد لما يعلم مثلا أن المساجد تصلي الساعة 2:30 للظهر وسيأخذ عدة، لما يعلم مثلا أن بعض المساجد قد تؤذن الساعة 2:30 لتصلي الساعة 3:00، هذا ربما يؤدي به إلى التكاسل. يقف شوي خلاص أنا أبقى في البيت أشرب لي شاي وأعمل لي حاجات كذا، وبعدين تضيع الصلاة. سب يقول غدا لأن فلان ما زال لا يصلي حتى البيت. الواحد يقول لك: واحد أنا أريد أن أصلي مع فلان لأن أريد أن أنطلق. واحد يقول لك: أنا أريد أن أخذ لي راحة لأن فلان لا يصلي إلا الساعة كذا. وهذه الحقيقة شيء عجيب غريب جدا. أنا صليت في جمعة في أحد المساجد، فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة بدأ آخر في الخطبة إلى جنبها. شيء غريب جدا يعني. أي نعم، رأيته. شيء خطير. أي نعم، أنا قبل أيام كنت أعتقد أن صلاة العصر قد انتهت، قلت لي شخص معي نصلي، كنت هكذا في الشغل، قال لي بعض المساجد هناك مسجد لا يصلي للساعة بعد 5:00 والساعة صحيح 5:30 5 وكذا. نعم، فرحنا فوجدناه يصلي. طبعا هذه نعمة لا شك، لكن أيضا التوحيد مطلوب. توحيد الوقت مطلوب، لأنه يا كانت المبادرة، يا كانت الأفضلية في أول الوقت فنبادر أفضلية الوقت، وإذا كانت الأفضلية في التأخير مثلا بسبب الحر والعكيك كما في أيام الصيف فالمؤخر الظهر جميعا. ولكن بالنظر أنا مثلا هناك مثلا في أيام الصيف نجد بعض المساهد تصلي الساعة 1:30، من يستطيع أن يتوجه إلى المساهد في حر الصيف؟ في حر الصيف الساعة 1:30. نعم، أليس الأرفق هو المعامل يعني الشر؟ ويزاد لشدة الحر. نعم، وزيده لشدة الحر نديب عن مالك من غير حد ونسب، نحو الذراعين الباجي النبيل وابن حبيب فوق ذين بقليل،
وحده ولد ابن عبد الحكمي ما لم يخاف خروج وقت معلمي أو ما لم يخاف خروج وقت معلمي. إذن هذا وسع كبير جدا جدا. بالعودة إلى الإشارة التوحيدية ما دمنا يعني نصدره عن مصدر واحد، وحتى القبلة ذاتها هي إشارة قوية في التوجه بقلب واحد وفي اتجاه واحد وفي وقت واحد. جميل جدا أنه مدينة، أن مدينة في وقت الصلاة تجد الشارع خاليا من أي مارة، حتى السيارات راكنة على الشوارع كما نجده في بعض الدول الإسلامية التي تأخذ بنظام موحد في المساجد، عندما يؤذن معناه أن جميع المساجد أذن فيها، وعندما يقام للصلاة معناه أن جميع المساجد وقيمة للصلاة فيها، فلذلك لا تجد أحدا يتحرى شيئا باللجوء إلى المسجد مباشرة، فتجد الشارع خاليا تماما من أي مأساة. ذلك جميلا. لا هذا جميل جدا. هذا يعطي الأبهة، أيوة. أبهة الإسلام. نعم. ويعطي الصورة العالية الرائعة للإسلام. نعم. ويرمز إلى وحدة الأمة. نعم. والشعار الإسلام. نعم. وأن تقف الحركة وقت الصلاة. أيوة. هذا طبعا إنما يكون ذلك إذا كان التوقيت موحد. نعم. لا يضمنه إلا توحيد الوقت. طبعا نعم. إذا كان الوقت غير موحد ستبقى الحركة. نعم. وهي الحركة قد تشوش على بعض المساجد الأخرى. نعم. ضوضاء الشارع، حركة السيارات. نعم. زمارات الشارع إلى آخره. نعم. ضوضاء الأسواق. فإذا كان الوقت موحد مثلا بالأسواق مثلا سيهدأ السوق وقت الصلاة. وإلا فسيبقى بعض السوق يشوش على بعض. وبالمناسبة نشيد بعادة رائعة جدا أنك تجد أكثر المحلات يغلقوا ويذهب تجار إلى المساجد، وهذا شيء جميل جدا، لكن ينبغي أن يكون موحدا. ما زلنا في هذا الموضوع في المحور العام، ونشكرك معنا مشاهد من واريبو، ثم نعود إلى استكمال جانب آخر منه. أيوة. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي ضيفك الكريم. عندي سؤال حفظت له هذا البرنامج ما هو الأحكام بعد. نبغون نسمعه أستاذ مختار، نسمع رأيك بعد في المسألة توحيد الصلاة وفي المساجد. والله فعلا بالنسبة لهذه المسألة الفقه مسألة مهمة جدا، قضية وقت توحيد وقت الصلاة. فعلا لأنه كان فيه اللي أشار إليه ضيفك الكريم مثل الخلاف قال انه رحمه. غير بعد مثلا فيلم التنظيم دواعي تنظيميه لان لقيت احسن من جميع المتاعي. احسنت. لانها بعد ما تخدم فعلا المصلحه، لانها بعد ما تؤدي الى مضر ولا الى مفسده. اجراء تحسيني على الاقل. تحسيني على الاقل. وهذا يعتبر جيد اذا نظرنا لمنظور الشرع، لانه دائما يبحث عن ما هو اجمل وما هو نعم اكمل اشمل وعم واحسن. صحيح. ويضمن يعني الاهداف الكبرى للشرع وللدين. نعم. الوحده والاحساس. نعم نعم نعم. احسنت المختار، واسمح لي سؤالنا ان شاء الله، وتطرحونا الصبح فاسالوا اهل ذكر ان شاء الله، لان فيه النوازل الفقهيه. اي والله يسلمك. بارك الله فيك. بارك الله استاذنا. بالعوده الى المحور العام، حتى تحديد الوقت ما يزال مشكلة، فبعضهم لابد أن يقدم الظل كما كنا نعمل في البادية، يقدم الظل ويعرف القامة لحد كم وما زاد على القامة، ولا يمكن أبدا أن يقبل دخول الناس في الصلاة ولا أذان إلا بعد أن يتأكد من الوقت أن الظل بلاوة ما بلاوة. وبعضهم أيضا عنده يحكم الساعة، بعضهم حتى يحكم التقويم فيقول الساعة كذا كما تفضلت، هناك تقويم للوسارة، وهناك مسألة حتى تحديد الوقت ما تزال مشكلة. هذه الإشكالية التي أثارت هذا الاختلاف. الساعة الفلكية أضبط هي أضبط شيء توصل إليه آلات الحساب الحديثة. كانت قديمة الصلاب طبعا هذا القامة تحديد الظهر مختار الظهر بالقامة الأولى. نعم. والعصر وحسب الفصول القامة الثانية، وأنهما تشتركان في بقدر ما تودى في إحداهما. طبعا هذا موجود في هذا الملكي، لكن هل نستطيع أن نستغني عن ملكي في المدينة مثلا؟
نعم نستطيع أن نستغني عن ذلك في المدينة. أحيانا يصعب أن نستغني عن ذلك في المدينة وبالتالي أحيانا أيضا يصعب. نعم. أي نعم نتيجة الحركة. أنت أنت في الشارع مثلا كيف كيف تستعمل على على حساب القامة؟ هذا يمر ويقطع يقطع من أمامك وواحد يقطع من خلفك. وبالتالي أيضا بالتالي أيضا كثير من الناس قد لا يعرفون مدلول هذا. فيقع عندهم تشويش. فيقع عندهم تشويش فبالتالي أنا أقول نهينا عن التكلف. نعم. التكلف منهي عنه. أيضا مسألة الوقت ينبغي أن أشير إلى أن مسألة الوقت هي مسألة يكتفى فيها بالظن. بالظن. اسمح لي إذا كان معي مقاطعة. لو كنت كملت كلمة قليلة. تفضل. نعم. وهو أن الوقت يكتفى فيه بالظن هو أن الشارع وضع مؤذنا واحدا والمؤذن الواحد لا يحصل في اليقين. خبر الواحد لا يحصل في اليقين. نعم. هذه مسألة أخرى مفيدة. فبالتالي هو ظن. فبالتالي أن نتيقن وأنه لا بد من اليقين في مسألة الوقت. نحن أنا لا أدري من أخذ هذا وجالس في الصيام والصلاة تقليد عاد عارف الأوقات. نعم. بالتالي مثل مسألة ظنية يكتفى فيها بالظن. بالظن الغالب. ليس بالضرورة أن تدقق. إيه طبعا هذا سيؤدي إلى فوات الوقت. من الأركان مثلا معنا مشاهد كان على الخط. تفضلوا. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ومرحبا وسهلا ما شاء الله تفضل. حياك الله. طبعا هذا الموضوع موضوع قضية تفعيد هل خارج بعض الورقة أنا أختار نقول نعم قضية أذان الست سابق في أذن كان بيدان زاد بيدات ما يدري نعم وأذان الست سابق يعني كت كرتي لأن السيد مثلا يدام يدام على ذلك هو وحده انت تختاري عدو عندهم عندهم تناوب على الاذان اذان الفجر اذان الست خاصه ايه ايه اها نعم صحيح طبعا انا دائما في قدر ان الخلافات بين طبعا يا استاذ واحد اها اذا ما كان واحد اها يا استاذ الخلاف هون اها هذا هذا يا استاذ الدولة واضح واضح تطرحيتها على ذاك وتفرض نظام موحد نظام موحد بارك الله فيك وإن كان فاتنا بعض المقاطع من كلام حديثك المهم جدا لكنه مع التوحيد ويريد أن تتولى الوزارة أو الدولة هذا التوحيد وأن يراقب حتى يتم طيب بالعودة إلى موضوعنا وهو ما زلنا في المحور العام قضية الوقت تحديد الوقت اللي كنا فيه وهو أيضا وأنتم تفضلتم أنه هو بداية ومحور الإشكال الإشكال هو توحيد الوقت من المسؤول تجد الآن يقول لك الإمام قال إنه ما هو لا هي ما هو قابل ما هو قابل للصلاة يكون الساعة كذا والجماعة كاملة تودع لجهة أخرى في واد ومن المسؤول حقيقة شرعا وعادة عن تحديد الوقت وتحديد وقت الصلاة هل هو قرار فردي يأخذ إمام معين أم هو قرار الجماعة أم هو قرار توافقي المسؤول الأول عن تحديد وقت الشرع عن وقت الصلاة هو الشرع نعم الشارع هو اللي يقدر الوقت فالوقت عند في عرف الأصوليين هو زمان العبادة الذي قدره الشارع لها ويكون موسعا ومضيقا وبالتالي ليس للإمام ولا للمؤذن
ولا لمسجد فلان ولا لمسجد بني فلان ولا لمسجد قرية كذا أنت حيد الوقت. وهو معروف يعني أوقات الصلاة جبريل صلى الله عليه وسلم في يومين وعلمه أوقات الصلاة وقال بين هذين وقت. وبالتالي وقت الصلاة حدد سابقا وهو أول ما يدرس من أحكام يدرس حتى قبل فرائض الصلاة. وبالتالي هذا أعتقد أنه نوع من ألوف العادات والعراف. أنا مثلا عجب أني لما أصل النعمة أصل الظهر أصلي الظهر الساعة 2:30 مع أن فارق بين النعمة 20 دقيقة نص ساعة. نعم. المساجد هناك صلي الساعة 2:30 مثلا كمان نحن ما نصلي الظهر. نعم. وأيضا العصر حدود الساعة 5:45 5:50 والأخ اللي كان تدخل الآن اللي قال أن المؤذنين هنا في مدينة مكشوط يؤذون في وقت السدس أنا بعض الأحيان أنتبه للسدس فأظن أن الصبح قد أصبح. نعم. لأن كل المساجد تؤذن الساعة 6:50 للسدس. نعم. هذا طبعا وقت متأخر جدا للسدس. صحيح. نعم. صحيح. هذا طبعا لا يؤذنون بليل كما كان. نحن الآن نؤذن الآن الصبح 6:14 و16 هاي الحدود يعني تصبيح. التصبيح التصبيح الآن 17 في هاي الحدود. والآن للسدس بالنسبة لكافة المساجد الساعة 6:10 ليس سدس. نعم. نحن نقول السدس ما معنى سدس؟ سدس الليل. الليل كم ساعة؟ الأخير. الليل كم ساعة؟ الليل 12 ساعة. إذا على الأقل الثلاث ساعات. كم نسبة 20 دقيقة من السدس؟ هي نسبة قليلة. نعم. بالتالي هذه إشكالية مطروحة، لماذا الجميع يتواطؤون على هذا؟ فبالتالي على الأقل ساعتين قبل الفجر. معنى الحكمة في أذان السدس هو أن يتهيأ المتوضي ويتهيأ المتطهر. اللي يغتسل ويتطهر صاحب الثوب اللي كان ينام في ثوب النوم ياخذ ثوب الصلاه ليأخذ بعض الاذكار ياخذ نعم يقرا دعاء تهجد ليتهجد. فالسدس هو عمليه ايقاظ واعداد للصلاه. اما ان تؤذن للسدس ويكون الفارق بينه وبين اذان الصبح 12 دقيقه تقريبا دقائق 10 15 نعم. دقيقه انا اقول هذا حقيقه اشحاف بالسدس. نعم نعم عندنا مشاركه من ابراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أصحابكم يا كلبان. ما شاء الله ما شاء الله تفضل. أصحابكم هؤلاء الرب وعلى الرب يقولون إجازيهم خير التم يا رب قبل الناس اللي ترزن عليهم يعود واحد يعطي ست ساعات الدقائق وستوح القطيع السبعين. إن شاء الله ده. ما يتوسط. إن شاء الله راهما سمعوا. إجازيكم خير إن شاء الله. يا وخالق مسلم اللي صراحة برامج كله مهم. الحمد لله. لأنه من خلال من يوحد الوقت لا بعد قاعد يطب المجتمع على اللي ينقاده الوحدة ثقافة تعود فهم ثقافة تعود عاقبة موجودة في المجتمع. لأن التوحد كامل عندما يقع في رواية معينة لابد يعطي أكله في النهاية. لا يتم الباص راكب فصاي تقول أنا الوقت يصل الساعة الثانية أهوكه لا يصلوا كامل لا يتسقل المدينة من الناس. وهذا جانب إيجابي. وبالتالي نختار الفقيه اللي يوجه الدوليات قاعة الملوك قرار. يعني شفت حلانة جارتنا بالمغرب الوقت سيصلي في دقيقة واحدة معينة ومن يتخلي اللي يصلي من الناس كامل تلحقه جاهز للصلاة. نعم. يصلي قاع مع عباس ما يصلي ما عنده علاقة ب... نعم نعم نحن اللي يصلي من الناس تلحقه جاهز يعني لنا ذاك اللي يصلي. وبالتالي ما يلا حد يحس يكون عليه اياك تعود عندنا ثقافة ما شاء الله ياك ما يتم حتى يتقابل عندنا هم وقت فرقة النعايم سببها لا عدم وحدة وقت المساجد. نعم. والثقافة عندنا في المسجد ينتخل من عائل ومسقين ولام يتقاطل ووسق المسجد ويخفروا أسبابه لا قل السبب ما فهم ثقافة معينة. لو كانت عندنا ثقافة على نواف المسجد السعود عامة والثقافة لابد تموت الشيء من بداية السبب هذا صحيح اجتماع لكي تعقب ثقافة من الناس هذا صحيح ياك عاقب هذا العدوى ياك عود عندهم ثقافة بارك الله فيك. بارك الله فيك. إذا أنت مع التوحيد. من وجهة نظري والله أعلم. لا كان لو أخبر فيه الفقهاء. ناضج جدا قلت الوحدة هي كل شيء والمغازي الخلقية التي تحمل على تصرفات وحدوية مهمة جدا. كلام سليم. طيب لو نظرنا إلى المسألة من جانبها الآخر فهناك سعة هناك سعة في الوقت وهناك أيضا سعة في الشرعي. ليجتهد كل في تحديد الوقت
المناسبة، يصلي واحد في أول الوقت ويصلي آخر في وسطه ويصلي آخر في آخره، أليس هناك سعة في هذا الدين لنختلف الناس في توحيد الوقت؟ بلى هنالك سعة، لكن نحن نقول ما هو الأرفق في الناس؟ هو أن نصلي في وقت واحد ونحدد وقتا واحدا، وهو طبعا محدد شرعا ومحدد حتى من الوزارة، سواء الوزارة وزعت تقويم، اسم التكلم اسم الوزارة هنا، لكن بوصف إمام. نعم. بوصف إمام مسجد. المسجد عندنا موجودة فيه المطوية تبين أوقات الصلاة. نعم. طبعا كانت هنالك التي التي نظمها العجيري طبعا، لكن هذه التي وزعت وزارة الشؤون الإسلامية هي دقيقة جدا 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 جدا، وهي التي الآن تستخدم في رمضان. نعم. الناس نعم. يفطرون عليها في رمضان. نعم. أنا أقول لماذا نفطر عليها في رمضان ولا نفطر ولا نصلي عليها في رمضان ونتركها في أيام كما نفعل في كثير من المناشط فيه. نعم. اسمح لي نقبل مشاهدة سالكة، تفضلي. انقطع الخط. إذا كثير من المناشط في رمضان جميلة جدا ورائعة، ولكن نحن نقول في الأمر ساعة، الله سبحانه وتعالى جعل وقت الصلاة وقته المختار واسعا، بمعنى أنه عن الواجب الموسع عني به ما 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 يستطيع، يعني ما يسع الصلاة أو العبادة مقدرة في شرعا مع غيرها. فوقت الصلاة يسع العبادة التي هي الصلاة مع غيرها النوافل وقراءة القرآن مثلا، والمضيق وما لا يسع إلى العبادة المقدرة فيه كرمضان مثلا. ف وكالحج، لا الحج واسع لأنه يعني يسع معه العمرة. نعم. فنحن نقول من هذه الناحية نحن لا نغلق بابا وسعه الشرع ولا نضيق فيما وسعه الشرع، ولكن نحن نقول من الناحية المدنية، من الناحية الحضرية التوحيد أحسن وأولى. نعم. روح الرفق والتسامح بالناس. نعم. هذا اللي ننظر إليه. وروح الوحدة أيضا. نروح الوحدة أيضا. نعم. إظهار شعار الإسلام وبهة الإسلام ووحدة الإسلام. لا شك أن الإسلام اعتنى بهذه المظاهر، بهذه الأمور كثيرة. نعم. نشترك معنا أحد الأخوة. نعم. وعلى طول. تفضلوا تفضلوا. تفضلوا أبويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، ارفع صوتكم شوي. ارفع صوتكم شوي. السلام عليكم، شاكرينكم على برنامجكم هذا المهم. مشكلة المساجد هون موريتانا، مشكلة التمدد العمومية، المساجد بعضهم جعلنهم خاص، والمساجد الشريعة الإسلامية والله بالعصر الإسلامي والسائل عام المسلمين كاملين وخاص، احنا هون بعد صلوا مثل تقريبا من غير زمان. شريف أحمد ارفع صوتك شوي. قلت لك ان مشكلة المساجد هون خصوصية تملك لأفراد المساجد. أيوة. تقريبا هون إمام مسجد أي بليزة من موريتانيا مين يضيف الإمام عند مسجد المسجد كي يشير وده وضع عنده بيه أرصى والله الشيء ولاد دولة ما هي مرتبة لإمام المساجد والجماعات ما ينقلين هم اللي لأفراد اللي هناك بس التملك هذه ما هي أصل الله رسم المسجد. نعم. صارت المسجد مسألة عامة المسلمين كاملين، يعني ما يعود قائمة لها الإمام ورد الجماعة، وهذا غائب عن مساجدنا هنا في العنة. وقلت ثم اللي كي ما قلت كي باط مسيح قال أن حتى الفنوات في المسجد كيف لا يكفي من عرب الأحمد لي جاب باط عن زين ما أمر مساجد بينا أنا لله ولي من أحمد أحمد صلاة صوت صوت ما هو زين حتى شريف أحمد. أيوة زين. المهم فاصل المسجد مهم. نعم. ومسألة خاصة عامة ما هي خاصة. أيوة سامعينك والله. للدولة. للدولة والله الدولة الإسلامية والله للأمة. للمجتمع والأمة. نعم. ما هي مسألة أخرى. أهم من هذا كان المساجد، كانت هي الوزارات وكل شيء في الدولة الإسلامية، وارك عاد مسألة خاصة كا تركوها الأفراد،
إذا غاب إمام يجي يمشي لك رجاج هو ما اخترت جماعة إلهية مسجد الجماعة والله ما اخترت الدولة وهكذا لا يحقق مسألة خصوصية يحقق بعض الأهداف الإمام واضح جدا بارك الله فيك. هذا طرح واقعي, هو طرح مشكلة نحن أشرنا إليها في المقدمة وهي ترك إنشاء المساجد ورعايتها للمبادرات الشخصية. هذا باب مفتوح لكي حتى يعني كلها يتحكم بمسجده ويحدد أولوياته ويقول هذا مسجد بنيته وأنا أرعاه ولا يمكن لأحد أن يفرض علي وحدة ولا توحيد. لا تقول في هذا في ناحية مقبول هو يسعى الناس سواء كانت طريق مبادرة جماعية أو طريق مبادرة فردية لتكثير المساجد. نعم هذا مطلوب. نعم هذا مطلوب. لكن المرفوض هو استغلال هذا الجانب لملكية المسجد. نعم نوقف عند ملكية المسجد لأن هناك مشاهدة تلح علي لأن لا بد تنقبض. رأيك ذاك؟ على طول. نعم إذا عند ملكية المسجد. تفضلي مريم. نعم تفضلي. السلام ورحمة الله. تفضلي. أعتقد أن الخط انقطع. إذا مسألة الملكية ملكية المسجد يعني. هو طبعا أريد أن أنبه أن المسجد ليس مسجد الدولة ولا مسجد الأفراد. الله سبحانه وتعالى حدد المساجد لمن؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. في بيوتنا أذن الله أن ترفع. فأما إضافتها إلى فلان أو بني فلان. نعم أو تسمية مثلا كنا نقول مثلا هذا مسجد مصعب بن عمير أو مسجد عمر بن الخطاب وطبعا جامع وعندنا هذا لا بأس به وهذا من باب التشريف الإضافي وهذا أمر سهل جدا وبالتالي الإضافة تقع بأدنى ملابسة وقد يضيفون لأدنى ملتبس ككوكب الخرقاء إلى حبيب قبس هذه حال لكن ليست الإضافة التي تفيد الملكية ليست إضافة التمليك وبالتالي هذا جعل بعض نحن مثلا يشكولنا كثيرون بعض الأئمة أنهم مثلا ينيبون من لا يصلح الإمامة في حالة هو مريض مثلا كما تفضل أحد كما تفضل أحد المتأخرين وبعض الأحيان يكون الإمام مثلا لا يستطيع أن يتوضأ ويكون حكمه التيمم لكن يصر على أنه لا بد يؤم الناس مع أن مذهب مالك أن أن اتمام المتوضي بالمتنفل مكروه. نعم مكروه. اللهم إلا كان المتنفل أفقه. نعم. أفقه القوم. لكن إذا كان في القوم فقهاء وناس قادرون على الإمامة فلماذا الإصرار أن وهذا هو الأغلب العام. نعم. قل ما تجد مسجدا إلا وفيه فقيه ومتعلم على الأقل. وكيلي هو إعراب إمامة العربيين الحضاريين أو الترابي. يعني حتى نلامس حتى اسمح لي حتى نلامس المسألة حقيقة بدون رتوء بدون يعني مجاملة حقيقة الكثير من المساجد مملوك لطرف إفراد وهذا سبب أنه اختار المكان وحصل الإنشاء والبناء وأقام في المسجد وأقام الصلاة وهو يرى أنه ما ينبغي أن يتدخل له المسجد ما أنها مسجده هو وتوف وفي كثير من الأحيان أيضا حتى نكون أكثر صراحة في كثير من الأحيان يكون يعني محورب على بعض المزايا اللي قد تحصل من 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 من, من حوز حياسة المسجد. ما تقول في هذا؟ هذا واقع. هذا واقع. نحن نقول من سعى وبذل جهد و طالب المحسنين أن يبنوا هذا جهد كبير وأجره على الله فمن بنى مفحص قطات بنى الله له بيته في الجنة بالتالي هذا سعي كريم ومقبول جدا جدا لكن هل سعيه في تأسيس هذا المسجد يرشح للإمامة قد يكون سعى في بناء المسجد ويكون له حق في التقديم لا شك ويكون أحد الجماعة لكن تأسيس المسجد ليس معناه توفر شروط الإمامة أمور أخرى نعم إذا كان هو أهلا لذلك فعلى العين والرأس على العين والرأس لكن أيضا لا يري المأمومين نعم أنهم يصلون في مسجده
وأنه هو صاحب النعمة عليهم وأنه هو اللي وفر لهم جماعة في المسجد وأن القول قوله والرأي رأيه عن رأيه يصرون. حقيقة هذا استغلال غير سليم وتصرف غير حكيم وبالتالي أيضا أنا أخشى أن يفسد النية أصلا يفسد الأثم. فالله سبحانه وتعالى يقول لا إله دين خالص. أنت بنيت هذا المسجد لماذا؟ لماذا بنيته؟ بنيته لإقامة شعائر الإسلام فيه لضم شمل المسلمين. نعم لكن ليس لفرض السلطة شديدة وفرض رأي على الآخرين وتفريق الصف. نعم نعم لن نعود إن شاء الله. تفضل العد معايا مشاهد كان معايا. تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا تفضل تفضل. تقول لنطرح قضية مسجد الحضر بالبادية. همالي. في مسجد كان عريش وجاء واحد وبنى مسجد آخر. خير بعض المخيرين. في جماعة المسجد الأول مبار كان مبار. وقالوا الجماعة الأولى أنه مثل ما تنتقل عنه الجماعة. وقلتوا أنا يا بس تنتقل الجماعة عند المسجد دي جديد من بيته. في معايير مثلا عفرا. يعني من نوع مساكن القرية. اشبه من مساجد القرية قاع مثلا من البداية الأخر ما كان من كيفت بناية القرية. نعم. والمهم علينا الجماعة الأخرى باتها وتنقل. وقع ترى في الحقيقة أستاذ محفوظ. احنا لا نريد أن نناقش مسألة موضعية. ولكن بشكل عام الحكم الشرعي نعم 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 الحكم الشرعي حالا ان شاء الله حالا ان شاء الله. المهم علينا المهم علينا القريه لو الناس لو اللي عندهم دار قاموا سووا عدل مبادره من شديد من بات الصفه التصاميم والمساجد بات تصبر لهم المبار قالت انه ما قاموا اهل الصلاه الجمعه وقاموا سووا عدل مبادره اخرى وعدل مثلا مسجد اخر. واضح انه المسجد هذا صلاه في الجمعه اللي هو الجديد اللي هو المبار الجديد اللي هو الاخر. نعم هذا المبني دور الحكم الشرعي لا لا دور ان شاء الله تسوى راهو في الملاحظه على المبار بدلو افضل المبار القديم مدعي الشخص ما هو قاع مثلا مقذور مثلا زاد بدل نعم. واضح 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 تسمع ان شاء الله هو جواب تسمع ان شاء الله جواب الاستاذ حالا لا يتسبق جواب على هذه المساله والله نتابع ممكن تتمكنت من اللقاء اي نعم اي بسم الله واذا بطن هرشا وقفاها فانما كلا جانبي هرشا لهن طريق. هذه مساله انا اقول لا قلنا في أن النساء وطي حكم الشرعي في المسألة لكن الأصل في بناء المساهد هو وحدة الأمة وحدة الصف. وقد سئل مالك كما في سماع القرينين قرينين عني بهما ابن أشهب وابن نافع سئل مالك رحمه الله عن العشيرة الواحدة يكون فيها المسجد ثم يأتي الرجل من العشيرة فيبني مسجدا آخر. قال مالك رحمه الله لا خير في الضرر بالناس ثم لا سيما في المساجد. هذا كلام مالك رحمه الله في سماع الشاب بن نافع ثم لا سيما في المساجد. طبعا هذا الترتيب من مالك انه ان الضرر ممنوع سيما اذا كان الضرر بسبب وهو أصل من أصول الشرع أن يجعل الدين سبب في الضرر من قواعد الكبرى أن يجعل الدين سبب في الضرر. نعم. وهذه الإشكالية تقع في كثير من القرى وهو أن يكون هناك مسجد أول ثم يأتي واحد يجب يسحب البساط يصل له تمويل جديد من إحدى الجهات المحسنة أو بعض الجهات التمويلية وبعدين يقول هذا أقرب إلى المسجدية من هذاك. نعم. طبعا هنالك شيء ينبغي ينبه عليه. أنا أعرف الشيخ بده رحمه الله شيخ الدار البصير رحمه الله يقول إن مسألة كراهية تسويق المساجد ترتفع بوجود المسجد داخل حي راق لأنه لا ينبغي أن يكون بيت الله أدنى صحيح يعني أن النهي عن التزويق هو لكن الأخرى أصلا من بدع المكروه لكن أن تضع مثلا خبان أو عريشا داخل مثلا حي مدينة مثلا راقية أو حي راقي وتصر على أن الصلاة تقام لا هذا يؤدي إلى الزراعي بالشرع
نعم الناس تعتني المظاهر كثيرا. نعم. صحيح. بالتالي بيت الله سبحانه وتعالى إذن التزويق. إذن المسجد الذي بني هو أولى بالصلاة. فنحن هو بشيء من الخحيد. طبعا لا الماء بني من الأخصاص لا شك أن ما بني من باللبن وال نعم. وفيه المراحيض أقرب إلى سمت المساجد. نعم. وأيضا الانتقال هو أمر اتفاقي. لو انتقل لقريتي لكان انتقال. لكن مسألة الانتقال هذه لأنه رحمه الله يقول المشهور هو عدم التعدد، لكن لا ينبغي التشويش على الناس بالمشهور. وقالوا طبعا هو خاتم المحققين لأنه حاشي على الرهوني، والرهوني حاشي على عبد على البناني، والبناني حاشي الله البناني، والبناني حاشي على عبد الباقي. وبالتالي حاشية الحواشي. يقول هو إن كان المشهور عدم التعدد، لكن لا ينبغي التشويش على الناس المشهور، فقد جرى العمل بتعدد المساجد والجوامع سيما في المدن والحواضر الكبرى. نعم نعم وكانت فيها معركة كبيرة في المدن. نعم. الموريتانية، ولكن بالتالي لا هذه المسألة الآن طاحنة جدا في تم تجاوزها القرى والأرياف عندنا. نعم نعم هذه المسألة الحقيقة أنا رتبت في المقدمة أنه نكاد نتجاوز. نعم. مسألة تعدد المساجد. نعم. والآن الحديث. نعم. والجدل هو حول توحيد المساجد. أصبح ما كان تعددا نافعا إيجابيا. نعم. أصبح الآن. نعم. تعددا سلبيا خاصة. نعم. لأنه. نعم. خاصة لأنه الترحال والتناسل ما بين المساجد إن صح التعبير عادة يكون لأسباب عديدة، ومن بينها أبرزها اثنان: عدم الاتفاق مع الإمام فنحن نرحل ونبني لأنفسنا مسجدا، ويمشي معنا اللي معانا. صح. ويبقى معاه هو اللي معاه. صح. والسبب الثاني من أبرز الأسباب الأخرى هو أنه الجانب السياسي. الجانب السياسي ليس فقط اختلاف في المرسلة، ولكن أيضا جانب سياسي. هذا اختلاف الانتماءات السياسية. نعم هذا من الفلونيين. نعم. من الطيف الفلاني. وأنا نحن ليس عندنا مذاهب، ليس عندنا طوائف. هذه الحقيقة خلل كبير، ولكن عندنا مشكلات الطوطمية الصغيرة جدا خلل كبير في الفهم. نعم نعم. الصلاة فوق ذلك. نعم أنا والمساجد فوق ذلك. نعم لو سمحتم بالكنترول، لو إذا جاتكم مكالمات متعددة في وقت واحد فيمكن تطوها لنا في بليدة إياكنا نقبل وقتنا شوي. نعم نعم نعم. وش حالك يا شباب؟ مرحبا تفضلوا. معك ترى نعمر شنو وين أخيرت. مرحبا وسهلا تفضل. أنا شاكري بقي عندي إباحات نجاح. نقول لكم أننا في المدينة التوقيت عددنا ما هو واحد. المساجد يصلوا الواحدة والنصف، المساجد يصلوا الثنتين والنصف في أي مكان يواذبوا. إذن فارق ساعة كاملة بين مسجدين. بين مسجدين وعدوا متقاربين المدينة. نعم وفارق ساعة كاملة من الواحدة. نعم أننا نحن هنا في المغرب ياسمنا المساحات العمومية القديمة من المساجد في القاضرين. وهنا هم مساجد جامعة كان يحق من الصدر في الجامعة اللي قريبة من الدخول، ودي الأخرى قاربة من هم الدارقة. هل كان قد وصلوا ذيك دي جامعة وخلوا هذه اللي قريب على أساس إيش؟ كان كيف السوق ما يعودوا يبعدوا منا في خمس دقائق. هي. ولا عندهم الدارقة بعد. وذاك جماعة أكثر من هذا. واضح. واضح. نعم. شكرا جزيلا. أيوة شكرا. تسمع الآن لا تسمع الجواب. نعم. نعم. هي طبعا مشهورة مالك أنها لا تتفاضل. لا تتفاضل. لا تتفاضل. لكن أيضا من نظر إلى هذا المقصد هو كثرة الخطاة للمساجد. نعم. وأنه يحتسب خطاه إلى المسجد ويحتسب رجوعه من عندي. هذا أحسن. هذا مقصد حسن. يكون أحسن. هذا مقصد حسن. نعم هذا تدخل هنا فقه المقاصد. نعم. نعم. كعادتي. نعم. طيب الآن. لنتجاوز إلى محور آخر. طالما أنه إنشاء ورعاية المساجد متروك للاجتهاد والمبادرة، وهذا حقيقة شائع. نعم نعم نسمع المشاركة منك تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. هي في موضوعنا هذا. هذا الحول إلى الموضوع اللي عندكم. هي. احنا هذا في بلدنا قاعده كارفور ماكشوف.
عندنا 200 قران خارجي اهي تبغون عرفكم للمساجد شنو هم قران ما بينهم نيطة. نعم نعم واحد منهم يسلم واحد منهم يسلم الجمعة يبدأ الأخر أذان الخطبة والله يصلي يبدأ الأخر يلزم ذيك حالة قد صفناها يبقى نعرفكم يسرع بيهم شنو لا يتسمع إن شاء الله حالا من فضيلة الشيخ تفضلوا هذه قضية التوأم هذه المطروحة هذه ظاهرة موجودة كما قالت في كارفور صح وذلك هاي الظاهرة بالمناسبة ربما أيضا موجودة في أماكن أخرى غير كارفور أنا هو عندنا هنا مستوأمين بهذه الطريقة نعم التي تصفها الأخت هي موجودة حالة موجودة في كارفور بالتالي هاي ظاهرة غريبة جدا وذلك هذا الآن أمارة عند أصحاب التكاسي وأصحاب حتى أصحاب الدور يعني ولا كان يقول لك هذا مسجد التوأمين نعم لأنها ظاهرة غريبة جدا وهو أنه بينهما ليس بينهما إلا جدار وأنا ما أدري لماذا يعني ما قد يتوصلوا يعني لصيغة توافقية يعني أي نعم هل بالمناسبة نعم سمعنا لأنهم طرحت المصية المتعددة ليتوافقوا لإمام واحد وما نسح وفي الحقيقة يكون تكون قلاة متقاربة أوقات متقاربة جدا نعم أنا أتيح لي أن أصلي بعض أحد هذه المساجد مرة ومرتين وثلاث وبالتالي متقاربة جدا بشكل لا يكاد يتصور أستاذ أن نعلق شوي الكلام عن التوأم حتى نسمع أحد الإخوة من جينا بيساو تفضلوا نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله تفضل أبويا تفضل مرحبا بيك مرحبا بيك احنا جينا بيساو عندنا مشكلة هون المساجد هون لقد عندك الإخوة هون قال عن لا عندك جهاز تلفزيون انقصه شوي ونعود نسمعه في بعض الناس قال عن المستوات هون عندهم جنود هون هم المسلمين هون المساجد وقال بعض جماعات هون يابي يصلي في المساجد هون على انهم عندهم عادات صبيهم عن إمام المسجد يعود التوارث هي واضح 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 اسرته قطعت من رجل وامام المسجد ودائما الامام دائما ذكر الاسره من رايك حتى تود الصوره واضحه استاذ من رايك كان الاسره اللي توارثت الامامه كان فعلا اسره فقهاء وبالتالي يعود الامر له معنى ولا فقط لا ملكيه متوارثه كاي ملكيه ما هي اسره فقهاء اسرتهم من وسطتهم قاصرين عندهم عادي لكن عندهم بعض الاسر الاخر نعم 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 موضوع واضح لكن في روايه اخرى عن جدود معلوماتهم ما هي قويه حتى فقهيا نعم يعني فهم اللي يقول عنهم ما يصلى معهم نعم معهم ما يجاز ما هي واضح 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 نختار تفصيل في نعم والله اذا هذا ايضا توارث جر طرف وشورقينا وقال على انه عندهم سيد انه يتوارثوا اولاد اسره معينه وقد يكون هناك من هو افقه من 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 شنو حكمهم ان شاء الله يواصل لكن هؤلاء اللي يصلون على درايه احكام الصلاه وهذا هو معنى الفقه عند فقه الصلاه فقط اي نعم على اذا كانوا فقهاء باحكام الصلاه يصلى بهم نعم. الصلاة أحسن ما يعمل الناس نعم نعم بالتالي نعم. كانوا يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها والقراءة معتبرة من ناحية التجويد فلا ينبغي لا إشكال منازعتهم في الإمامة لا ينبغي منازعتهم في الإمامة هنا حتى نعم. في موريتانيا هناك أسر كانوا يتوارثون الإمامة ولكن بمعنى قوي جدا لأنها أسرة علماء معي حد من الإخوة في الإمارات السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لا اسمح لنا بالمقاطعة. ما شاء الله مرحبا وسهلا. تفضل. أنا لا عندي شوي مداخلة في الموضوع بالنسبة لتوحيد المساجد. نعم. توحيد باطل الآن. نعم. المساجد يا الله المجال الفقيد أستاذ. مساجد لله سبحانه وتعالى وحد من المسجد لله سبحانه وتعالى. إذا عاتني تصافها كافي لجر. ما معنى أن ورد المسجد تحت إمرتم عدلوا في بيت إذا يبقى ويصلي فيها إنت يصلي يالله بقى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما تبقى التصريح ولا تقبل أي مسجد بتنا إلا أن يسلم لها بعد انتهاء مباشرة تختار له الإمام عند وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ماضح وكل مسجد تطرح فيه تقويم
هو ما يأخذ من يعود تحت إمرة الأوقاف والله عند جماعة تتقيد بالتقويم المكتوب فيه بالدقيقة. نعم. هذا بالنسبة للمدينة، ما نتكلم عن البدو، البدو هو الحضر وقد قديم وهذا نوع، هذه روايات كانت خارجة وموجودة وخارجة خير ما تفرق متبع ما تسمى طروحة لو معقول عن مسجدين يرد قران يرد فرق بين صلاتهم ساعة زمانية. نعم. ودليل حد أجل كاب دلوقت يعرف عنه عدد رواية حرام بيد لي دلان إعلان لوقت الصلاة وهو عندنا رواية كذب ما يحد على الأقل بلاغ كاذب وعاد ذات كل حرام بيد لي حد قال الناس الوقت الحق يدودوا صيام يجفاطري. نعم تلاعب قاع بالشعائر وما فات الحد الوقت. نعم والله لا يتعدى الناس للصلاة ولا يتعود رواية ما يتعود بقى في شرار الأوقات إلا قاعد يتعدى يتعدى الأوقات واضح بالتقويم وبين شراب الأوقات ما دخل فينا عند رجاج بأي دخل حد من المسجد لله سبحانه وتعالى وفهمنه يسلموا العادل كل مسلم حقه في حق الراس صاحبه لباني باستثناء الأجر العادل هو صاحب الأجر لي واضح محمد لا يا الله المسلمين كاردين دولة موريتانية كاملة معه بالعلم ومعه بالفقه صحيح لا فيه أي شيء يبدل عاد فقيه يعود ما مقدم واحد وصلاتهم بدنا واحد تفصل في صلاه الجماعه وقت الان ما يلت واحد الجماعه ما يلت واحد الشيء ثاني داك واضح هذا بعد انا اول اللي شكرا محمد صحيح. شكرا محمد ايوه صحيح اذا نتفق كنا في المحور الذي كنت بدات به نعم وهو قضيه الرعايه تابعه للانشاء صح. كان من هذه مساله مطروحه في بعض القطاعات الحيويه الاجتماعيه الاخرى في الخدمات يقولون ان الممول حقيقه هو الشيخ سهل لنترك هذا للمويل الرعاية والتفريش والكهرباء جزاه الله خيرا ولكن يرفع أيضا هذه زيادة للحسنات لكن هذا لله سبحانه وتعالى هذا المسجد لله سبحانه وتعالى وليس عند الله وليس عند أصحاب المسجد اللي سيصلون فيه. شوفوا مشاهدة جديدة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم ما شاء الله. طالبة من الفقيه صالح الدعاء ومتوج عن وقت السدس أين تدي وصلي وقت السدس السدس بالضبط وش ينقرأ فيه كان هلال فاتحة وحدها والله وش معاه ودري كان حد عنده فلات هذا الشفع والوتر كانوا لين عود ما يعرف سبيح والله ما يعرفها حتى كان قد يبدلها بصورة أخرى والله لازم يستبيحه والله يقرأ سبيحي والله يعكف على سبيحي لن يحفظها كسورة واضح سؤالك واضح كانوا هذا يجد حد يبدلها بصورة أخرى كان يغني عنه أيوة زين وقت السدسين كان صلوا هين من الوقت وقت بالضبطين نعم ذاك سمعتوه شيخنا طيب نأخذها واحدة نعم نأخذها واحدة نعم هي تسأل عن توقيت السدس من كان عنده وقت يبدأ به السدس هو السدس أنا السدس عند احنا أنا ساعتين من الليل سابق الصبح نعم واحدة إلى ستة من 12 نعم واحدة إلى 12 معناها يقعد باقي من الليل ساعتين هو السدس بالتالي عند الرابعة له كامل إلى السادس ذاك السدس أنا حد على الرابعة وعلى السدس إلى السادسة و15 دقيقة وتر والله الساعة تقع 14 وتر أيوة لهن ألقوا شوية الجزء الثاني من سؤالي نستقبلوا أحد المشاهدين من المدينة المنورة خيرت تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاك يا أخوي هلدان وخيرت يا حضيه تفضلوا يا حضيه تفضلوا مرحبا بكم خيرت منه بكم مسلمين عليكم على طيبكم فضيلة الشيخ وعليك الموضوع مهم وعليك السلام ورحمة الله نختار نبدأ على كرائب الموضوع على توحيد الوقت لا هو اليوم وأن الله عز وجل جعل للصلاة مواقيت محددة إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتاب الموقوتة والفقهاء جزاهم الله خير جعلوا وقت محدد وخاصة للجمعة بعد الأذان الثاني يحرم البيع فكيف يعود معه موحد بين المساجد يعود مسجد عند الأذان الثاني الساعة 2 ودخل عند الأذان الثاني الساعة 1:30 مثلا نعم واضح يعود صراحة بعض الناس لا يرتكب منه حيث أنه لا يشعر يقال ثم إشكالية أخرى أكبر من الملي وهي قضية ما هو توحيد الأذان بعض المساجد
وصلاته سريعة ولا يجلس في الصلاة ما هو 5 دقائق. وبعضهم صلاته طويلة يفوت 4 ساعة في الصلاة. ذا يجد أنه إذا لم يوحد الوقت أيضا ينعطى وقت محدد وخاصة للجمعة. الجمعة تجد بعض الأئمة يطول الخطبة إلى نصف ساعة. وبعضهم لا يعدلها 10 دقائق و5 دقائق. وكذلك الصلوات الخمسة تجد بعض الناس يتحاوصها مع الشيطان، بعض الأئمة يقول لك أنا متحاوصها مع الشيطان ويجلسها 2 دقائق. وهذا يشعر على أن بعض المساجد تسلم واحدين آخرين ما فاتوا قاعدوا وصاروا الركعة الأولى. نختار نوجه من المنبر رسالة من هذا المنبر المبارك، بما أننا نتصل من بعيد نختار كنت تنحول شوي. لين تدف موضوعنا ما فيها بس. هي باختصار موضوع الله في قضية أخرى، أن الله عز وجل دعا الأمة للتوحد. ذنب بعض الناس ما يصلي بعض المساجد نتيجة فروق طائفية، والله شيء يقول لك هذا مسجد إمامه من الطائفة البلونية. يا أخوان هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلفهم قال لا إله إلا الله، وإن كان حديث فيه انقطاع وفيه ذل لكن معناه صحيح. قيل انها جنازه وقيل انها الامامه. كل انسان قال لا اله الا الله ونصرت عن ذيك الخلافات. وهذا من الطائفه الفلونيه ما نصلي مراه، وهذا الصلاه مراه باطله، وهذا عمل كذا ما هو جيد. ونختار من اللي نقول ان المده ما فيها مذهب اخر، احنا كلنا السنيين الحمد لله واهل البلد واحد السنيين كاملين، يجب ان نتوحد. زين. ونختار نقول المعارضه تتق الله عز وجل بذم تفكيك كلمه المسلمين وتشويه سمعتهم، تحريض الشباب على حرق انفسهم وعلى دينهم. وخاصة ولدات أم سعود بالخير. الأسماء قاع ما هو. شو؟ الله عز وجل. أنت لا خليك تو كلام عام. الشباب على إنه أحرج أنفس. ويعرفون أنهم مسؤولين أمام الله عن الأرواح. طيب. وتوفى جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. سيدة على كل حال إن الأخ من المدينة فقط كان يريد أن يضم صوته إلى صوت التوحيد، ضرورة توحيد المساجد في سبيل توحيد الأمة. وكذلك يريد أيضا نوع من السلم الاجتماعي وأن يشارك المسجد في هذا السلم. طيب بالنسبة للأخت اللي كنا في أثناء شباب سؤالها من شقين، الشق الثاني من سؤالها إذا كان المصلي صلاة الشفعي ركعات الشفع لا يحفظ السور المخصوصة، فله أن يبدلها ب ما هي مندوبة فقط يبدلها مباشرة. يبدلها مباشرة ما في مشكلة. لا يضر. إذا نتجاوز إلى نطرح الاختلاف في نشاط المساجد مهما كان، هل يخشى منه شيئا على الدين لأنه هو ظاهرة دينية وذاته؟ هو تحديدا ماذا نعني بالنشاط المسجدي؟ هل نعني به التدريس المسجدي دروس العلم؟ نعم. نعني نعم. بحلقات المسجدية التدريس من المسائل الفقهي وأحكام الصلاة. نعم. و تفسير كتاب الله، حتى الصلاة وتوقيت الصلاة. نعم. لا هذا لا هذا عامل، هذا عامل توحيد، وهذا طبعا هي مهمة المسجد أساسا. نقصد الاختلاف. نعم. فيها. نعم. التوحيد طبعا ضرر على الدين. هو إذا شئنا أن توحدنا وفي الحقيقة المذهب السائد هنا في موريتانيا هو مذهب مالك بن أنس، وطبعا هذا اتفاق من الجميع. طبعا تبقى مسائل خلافية، قد يرى بعض الأئمة فيها وجها راجحا للشافعية وجها راجحا للحنابلة، هذا أيضا معمول به لأن العمل بالراجح مقبول، وقد تناولنا هذا في حلقة ماضية. صحيح. الشيخ الداهي يقول في الحجر الأساس وما به الفتوى هو المشهور وراجح وضد لا مهجور. النبغة في الطريحي يقول وما به الفتوى تجوز المتفق عليه فالراجح السوق هو نفق. بالتالي سواء عملنا عمل بعض الأئمة بالراجح أي ما قوي دليله وإن كان خارج مثل مالك، المسألة مثل مالك قول مثل مالك لكنه قوي من ناحية الدليل، وإن كان ليس مشهورا وقول مشهور كثر قائله، هذا أمر يسعنا، بالتالي ينبغي لا نختلف فيه، هناك اتساع، وينبغي أن لا يعكر على نشاط المسجد بالتدريس وحلقات وتوجيه وحتى توقيت وإرشاد والعيادة، يعني سؤال عن أحوال الناس الساكنة التي حول. نعم. المسجد. وعن المصلين في المسجد وعن عيادة مريضهم والعودة على مسكينهم. نعم. طبعا والتراحم هذا هي مهمة كبيرة عظيمة جدا تتجاوز وتتسامى هذه الحساسيات. بالمناسبة حتى لا. نعم. لا نقتصر على ذكر السلبيات. نعم. هناك مساجد، وهذا فقط للذكر والتنويه، ليس هناك مساجد تقوم بنشاطات بالغة الروعة وهي جمع
الأموال من المحسنين وتوزيعها على ضعفاء الحي. هذا شيء يعني ينوه به. هذا جميل جدا. فليس المساجد دائما. لا بدل المساجد لا. نعم. هو الإشكالات اللي كنا نطرحها الآن وبعض النواقص هي في بعض الأمثلة فقط. بعض الجماعات المسجدية. نعم. ولكن أما المساجد فهي كاملة رفيعة نزيهة. نعم. 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 كما طيب. قال الله سبحانه وتعالى في بيوتنا الله أن ترفع. نعم. كنا نتكلم عن الاختلاف هل هو يعني فيه ضرر أم أن أنها سعة مطلوبة وظاهرة صحية في نهاية الأمر. طبعا الشريعة فيها نصوص قاطعة لا تحمل خلاف. لا أحد يستطيع أن يقول إن الصلاة الظهر أنها مندوبة. ماشي. لا يستطيع أحد يقول إن الصلاة مثلا الخمس هي ستة وسبع مفروضة. نعم شوف القلم تبقى مثلا مسألة التأمين داخل الصلاة، مسألة السكتة بعد الفاتحة، القبض مسألة رفع اليدين عند الركوع ورفع الركوع، مسألة وضع اليدين على اليسرى، هاي مسائل لما 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 جاءت وعمل بها بعض الأئمة وخصوصا الشيخ بالداه والشيخ محمد على محمد بن مدينة وغيره الشيخ عبد الله الداه رحم الله الجميع ومن قبلهم العلامة باب الشخصية أثارت ضجه لكن هدأت لما انتشرت الكتب وصارت بأيدي الناس وعلم اطلع الناس على أن هذه مسائل راجحة في مذهب مالك وأن حتى بعض المالكية رجحها. نعم. فهدأت عصيتها. هدأت عصيتها الحمد لله. هذا الشيء الحمد لله طيب ومبشر. نعم. طيب إذن ظاهرة بالعودة إلى موضوعنا المحوري وهو موضوع التوحيد توحيد المساجد. لو تخيلنا أن هناك وقت موحد للأذان وقت موحد للصلاة ما هي يعني انعكاسات ذلك إيجابا على الحياة حياة المجتمع وحياة انعكاس كبير جدا جدا. أولا إظهار روح التوحد داخل الأمة. نحن لا نعيش وحدنا، نحن معنا مثلا السلك الدبلوماسي مقيم في بلادنا. نعم. منه المسلم ومنه غير المسلم. ولا شك أن إقامة هذه الشعيرة في وقت واحد وخروج الناس لها وخروج من دخولها المساجد في وقت واحد وخروج المساجد في وقت واحد في دقة نعم جميلة. أي نعم. وتهيؤ الناس وإغلاقها مكاتبها وحوانتها ودكاكنها وتوقف المار والسير هذا يشعر عند الآخرين بعظمتها الإسلام وأهميتها الإسلام عند أهله. وهذا طبعا أمر مطلوب. لماذا شرعة الجمعة إلا لأبهة الإسلام؟ نعم. لا. لماذا شرع الحج إلا لأبهة الإسلام؟ لماذا شرعة صلاة العيدين إلا لذلك؟ نعم. بالتالي هذه مسألة مطلوبة ومحمودة. لكن أيضا لا نستطيع أن نقول أنها ضربة لازم أنه يجب على الناس كلهم أن يصلوا في وقت واحد. نحن نقول هذا هو الأفضل وهذا هو الذي نأمل إن شاء الله تعالى يتوحد الجميع في وقت الأذان، يكون أذان الصلاة وأذان الإفطار واحد وأذان الصلاة واحد وأذان السدس واحد وأذان السحور والإمساك عن السحور واحد. هذا ما نأمله، هذا يخفف عليه كثير من الأعباء من لا يعرفون أحكام الوقت. نعم. واتفاق أن يكون هناك من لا يعرف الوقت بدونه يسن، فهناك من لا يعرفون دخول الوقت إلا بهذا الأذان، فيختلف الأذان وقالهم في رفكة. نعم. لا يدري واحد مثلا هل يقلد هذا ويقدر هل أصبح الصبح ولا يصبح. نعم. نعم. هل المغرب حان أم لا؟ بعض الناس أفطر وبعض الآخر ما زال يمسك مثلا. نعم. طبعا هذه إشكاليات كبيرة. نعم. بعض الآخر مثلا ما زال ينتظر في مسجد آخر، عنده هموم، عنده مكتبه وترك المكتب وترك الدكان وترك وبالتالي ما زال ينتظر واحد ينتظر يصلي الساعة الثالثة والساعة الثالثة والنصف. هذا أيضا فيه الإشحاب المصلين. ولماذا الشرع التخفيف في الصلاة وإنما بالناس في الخفيف؟ أليس رحمة المصلين؟ نعم. فيهم المسافر. أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما قال له الرجل إن معاذ يطيل أفتاه أنت يا معاذ؟ فينبغي أن نفهم روح الشرع. نعم. روح رفع الحرج، روح التوحد، روح شد نظام الألفة. الشيخ محمد مولود يقول في بداية الجماعة من الكفاف يقول من حكمة الجمع انتفاع الجهلاء مع تلقي بركات الفضلاء وبتعاهد اللقاء نظام الألفة يحصل له القيام. زين هذا مغزى خلقي واضح. مغزى خلقي كبير. نعم. فإذا كانت المساجد عاملة تفريغ فقد خرجت عن موضعها. نعم. أصلا. انقلبت إلى ضد. نعم. إلى. نعم. طيب بالعودة إلى واقعنا فقط الواقع. نعم. الصورة الآن صورة الموضوع الآن
لا تربكك أنت؟ الحمد لله أنا أقول الأمور بخير. أقول الحمد لله انتشرت المساجد في نواكشوط. نعم. وهذا طبعا أنت لما تخرج من التلفزيون مثلا في وقت الخروج نهاية الدوام. نعم. ستجد مسجد أقرب مسجد تصلي فيه. صحيح. وعلى حال تواصل سيرك. صحيح. لا تحتاج إلى أنك مثلا حتى وسط العاصمة. ولا تحتاج إلى أن تحبس نفسك. أي نعم. حتى تصلي. أي نعم. بالتالي أنت أينما رحت في هذه المدينة. هناك مساجد. مساجد توفر لك مساجد. نعم. فيها مضاءات، فيها حمامات. هي الحمد لله الآن أنت الآن لما تروح مثلا في صلاة المغرب مثلا. شو مثلا زحمة مثلا السيارات عند أبواب المساجد الحمد لله. صحيح. بمختلف طواحي المقشط. نعم. هي ظاهرة صحية ومبشرة. ولكن عادة الطفرة تجيب معها الكثير من العيوب. طفرة. لكن خير إن شاء الله. هناك واحدين لابسين مخالة يطلبوا بهم. لا. واحدين يحنوا لمن يسلموا يشوفوا ويقولوا دور المسجد. هي مسألة ينبغي النبي عليها. الصلاة لم تبنى للسؤال، يعني المساجد لم تبنى لسؤال الناس. نعم. طبعا ينبغي لهؤلاء أن يكونوا في رحبات المسجد خارج. نعم. لكن لا يكون بين الصفوف. وعلى الأئمة لا يتركوا هؤلاء يشقون صفوف الناس ويعكون جو العام وبعدين يرفعون الصوت على بعض المسبوقين للمسألة في الصلاة. طبعا أنا هنا أشير الشيخ أحمد أمين إلى مسألة ذكرها ابن كثير رحمه الله في ترجمة ابن جرير الطبري في البداية والنهاية. قال إن المقتدر لله العباسي أمير المؤمنين أنه طلب من علماء زمانه أن يؤلفوا له كتابا في الوثائق والشروط، فأشاروا إليه عليه بشعر محمد بن جرير الطبري المفسر الكبير والشهيد، فألف له كتاب في الوثائق والشروط لم يرى أحسن منه. فلما رآه الأمير أمير المؤمنين استحسنه، قال قل لجائزتك. قال جائزتي أن تأمر صاحب الشرطة أن يخرج هؤلاء المتسوين من أبواب المساجد. هذا ابن جرير الطبري في القرن الثالث الهجري. نعم. بالتالي هذا العالم الجليل اللي قال النووي رحمه الله في تهذيب أسماء اللغات أجمعت الأمة على أنه لينصنف له تفسير الطبري، وهو إمام مجتهد وإمام عدل ورأس العلم، طالب من أمير المؤمنين أن يخرج هؤلاء، يقول جائزة هذا الكتاب الجميل في الوثائق والشروط، وطبعا غير على الدين. نعم. أن يخرج هؤلاء، فنحن نقول لا نخرجهم، لا نريد أن نخرجهم، لكن أيضا لا نريدهم أن يدخلوا داخل الصفوف وفي المحارب والجماعات، وأن لا يتركوا الإمام حتى فرصة السلام. نعم. وأن لا يتركوا المصلين حتى فرصة الاتيام. نعم. لا تحية المسجد ولا أذكار الصلاة. باب المساجد فيها ساعة إن شاء الله، والخارجون ولعلها أيضا هي أروح أو تكون أكثر راحة لهؤلاء، لأن باب المساجد فيها الداخلون والخارجون، وبالتالي لو كان في المسجد قد يفوت بعض الناس. نعم. لو كان مثلا في المحراب، هو يسير في المحراب، الخارجون من باب المسجد عند انتهاء الصلاة قد يتصدقون عليه أنه تكون بينه وبينهم صفوف. نعم. فأنا أقول لعله من باب تيسير مهمة هؤلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيهم ويغني عالة هذا المجتمع ويعطف قلوب أغنيائها على فقرائه إن شاء الله ويغني فقراء. آمين. نقول لعل الأرفق فيه يكون أبواب المساجد لأنه يكون أسهل للخارجين. إذا كان ولا بد. نعم. هذا يطرح مسألة مسؤولية الإمام وسلطة الإمام أيضا إن صح التعبير. أيضا. كانوا يقولون يا هذا اجلس يا هذا فعل كذا، فلا ترى الآن هو الإمام لازم يأخذ سلطه كاملة. نعم. الإمام المعين الذي قامت الجماعة هناك أو الإدارة هناك أو إدارة المساجد هناك، والإمام الرسمي وهذا عليه يقوم بمسؤوليته. لا ينبغي يترك الفوضى في المسجد، ولا ينبغي يترك التشويش داخل المسجد. عليه ينبه هؤلاء المشوشين داخل المسجد أن هذا لا يجوز. نعم. عليه أن ينبه هؤلاء الذين يضعون نعالهم على فرش المسجد، وأحيانا قطع من المسجد، أن هذا لا يجوز. نعم. عليه أن ينبه هؤلاء الذين يضعون السراويل في المساجد أن هذا لا يصلح، وأنه منظر مشين. فهو المدرس وهو الموجه وهو المعلم وهو موثق أمور الحي، وبالتالي هو المصلح فيما يقع بينه من الخصام. فإمام المسجد عندنا له مكانة كبيرة. نعم. صحيح. ولذلك الآن اسأل عن أي واحد في أي منطقة من واكشوط، صديق أو أخ تزوره، تبقى يوم كامل تتسرعه. اسأل عن إمام المسجد، اسأل عنه أي واحد، قل له فين إمام المسجد، يقول لك دار إمام المسجد هذه موجودة. صحيح. نعم. كل الناس يعرفون إمام المسجد، وبالتالي أيضا إمام المسجد هو إن شاء الله قدوة في هذا المجال، هو قدوة في التوجيه وقدوة في الأخلاق وقدوة في السلوك إن شاء الله تعالى، وهذا ظن بالأئمة. نعم. وهم بالأئمة إن شاء الله، وهم لذلك أيضا. نعم.
طيب طيب موضوع الوحدة، أنا أسألك سؤالا، لو طلب منك يعني أن تبني مقاربة أو تقوم أو تعمل مشروع لتوحيد مشهد المساجد في نواكشوط في الصلاة وفي كل المناشط، كيف تكون ملامح المشروع اللي تقوم به؟ المشروع وتعطي يعني كيف توزع المسؤوليات؟ أنا طبعا لو أعطيت الأعطية وأستشهد في هذا أقول أن توزع المساجد بحسب الحاجة. لماذا تتراكم المساجد في زاوية ضيقة مثلا سكانها قليلون وتبقى مثلا الحارات الشعبية الكثيرة فيها المسجد الواحد يزحم الناس عليه، وفي صلاة الجمعة مثلا في أيام الهجير نعم الناس خارج المساجد شوارع، بينما ناس بينما مناطق أخرى من نواكشوط خاوية لا يمتلئ إلا الصف الأول. صحيح. أنا أقول توزيع عادل حسب المناطق. اسمح لي نعم. ثاني نقطة حتى نعم. ما نبتعد، إذا توزيع الخارطة المسجدية معناها أخذ الدولة بزمام الأمر كاملا أولا، وهي قد فعلت الآن إدارة المساجد. أنا في علمي أنه لا يقع ترخيص إلا بعد مجموعة من الشروط والمواصفات، وأن هناك فرق بين الشروط التي تشترط في المسجد والشروط التي تشترط في الجامع، وأنه لا يكون الجامع تصلى في الجمعة إلا بعد الترخيص، خاصة أنه عملوا إحصاء دقيق. أنا أعتقد أن اليد موضوعة على هذا الأمر. نعم. والحمد لله ما في تقصير. نعم. لكن أيضا ينبغي التعاون مع ينبغي التعاون الجميع، ينبغي التعاون مع التعاون الجميع. نعم. نعم. صحيح. خاصة أن عملوا إحصاء. والجماعة المسجدية أيضا نحن أهملناها في الحديث. نعم. الجماعة المسجدية لها دور كبير جدا. نعم. الجماعة المسجدية لها دور كبير جدا. لها دور في التقارب وفي التآلف. لها دور في التناصح، لها دور في التعاون، لها دور في التفريش، لها دور في حاجات المساكين، لها دور في وهناك حقيقة نعم. في حاجات حتى المسجد. نعم. حتى حاجة المسجد من يقوم برعاية هذه المساجد؟ والله نشوفهم يعدوا جلسات رائعة جدا. من يقوم بكهربة هذه المساجد؟ نعم. من يقوم بتفريشها وتجديد فرشها؟ إلا جماعة المسجد. إلا جماعة المسجد. نعم. هذا طبعا جماعة. إذا نعود إلى مقاربتك مشروعك. نعم. أولا نعم. أولا تنظيم نعم. توزيع متكافئ نعم. متوازن. نعم. أيه. ثاني معاهدتها، معاهدة هذه أو تعهد هذه المساجد. لا أقول معاهدتها لأن ليست طرف معاهدات. نعم. لكن تعهد. لكن تعهد هذه المساجد بالرعاية. نعم. نعم. لماذا مثلا بعض المساجد يريدها المصلون وفي مناطق نظيفة وأنيقة فرشها من قبل 10 سنوات من سنوات. صحيح. مليئة تراب. نعم. أنا مثلا مرة صليت بعض المساجد على طريق بين روس ونواكشوط فوجدتها مليئة تراب، لأن كل من بالصلاة يتممون. نعم. كل واحد يحمل التراب من خارج، فقلت الإمام له نظفوا لين ردموها. يقول حتى الزرابي الأصيلة نعم. لم تعد موجودة. قلت الإمام أنا ليش ما تتخذون واحد يعني أجير أو جماعة المسجد ينظف المسجد؟ قال لي احنا متعادشين على أخي الترقي. أخي الترقي طيب قال زهد فقط. قال لي أخي الترقي قال لي غالبنا زهد، كانوا يرون أن النظافة نظافة الصالونات والمنازل أن هذا أمر خارج عن مفهوم العبادة. نعم. وأن عجيب. المسجد الذي تتقبل فيه الصلوات ويتقرب فيه إلى الله وتزداد فيه الدرجات هو هذا المسجد نعم. الذي ملئ ترابا وديس نعم. بساطه هو جاليس. نعم. سبحان الله أنا تعجبت لما قال لي ذاك الترقي إحنا غالبنا. يعني ها كأنه يرتبط أن العبادة نعم بالدروشة و... أي نعم. أي نعم. ترتبط بالدروشة نعم. والزهد. نعم نعم. نعم. فهي نعم. إذن أنت توزعت الخريطة. تعهدها بالنظافة والرعاية. نعم. الحرص أيضا على أن يكون القائمون على المسجد من ناحية الإمامة، أهل الإمامة أن تكون لنا فقهاء وعاظ خطباء قراء نعم. فالله ينفع بهؤلاء كثيرا إذا كانوا كذلك نعم إن شاء الله نعم. على أي حال الحمد لله الأمور بخير، هذه ملامح نعم. جيدة. والآن نعم. بما أنك ذكرت ضرورة التعهد يعني أخذ الدولة لمسؤوليتها وقد أخذت أو بدأت تأخذ يعني ما هي الآفاق اللي تفتحها اكتتاب هذه مجموعة الأئمة الذي حصل وحيانا تكوينها أيضا، هل ترى أنه هذا سيء؟ أي هذا شفت كبير جدا ويشكر يذكر ويشكر. وأولا أنا سمعت أنه نعم بعد كتاب ما وضع حديثك بعد كتاب 500 إمام، وسمعت أن هناك أيضا أفقها العام كتاب طائفة أخرى في توظيف نعم. كثير من الناس كانوا عاطلين نعم. ليسوا فضل لم يكتب لهم أن يكونوا موظفين في الإدارة نعم. وإغناء الإمام نعم. وجعلوا يتفرغ للمسجد تمام. ثانيا أن قضية
قضية الانتقاء كانت عن طرق أسس علمية واضحة جدا، بالتالي حتى نضبط من سيكون أئمة لهذه المساجد طبعا من خلال المطاعة العلمية واضحة، من خلال المطاعة العلمية واضحة. لا شك أنها خطوة إن شاء الله مباركة وتحتاج المزيد إن شاء الله تعالى. يعني إن شاء الله وكيف تعالى ستؤثر في موضوعنا المطروح الآن وهو التوحيد؟ إن شاء الله تعالى لا شك أن الإمام المكون هناك تكوين، الإمام المكون الواعي البصير الذي يدرك الواقع ويدرك خطورة تفرقة الكلمة وضرورة التوحيد الأمة وجمع كلمة المسلمين وأهمية الجماعة وأهمية تأليف الجماعة المسجدية والغايات العليا للدين وعدم شق الصف داخل الجماعة المسجدية، أن يكون تكون الجماعة داخل المسجد تزداد ولا تنقص، أن هذا النوع من الأئمة يخدم تماما صحيح الهدف الذي من أجله أنشئت أو الحكمة التي من أجلها وقيمة المساجد وأذن الله في رفعها. نعم. إذن هذا الجهد يمكن أن يشكل الناغم الغائب إن شاء الله تعالى، وهو إلزام الناس جميعا بأن يصدروا عن نفس الخطة وعن نفس إن شاء الله تعالى. إذن يمكن أن نعود قاربنا موضوعنا إن شاء الله تعالى. وإذن ما بقي لنا إلا أن نختتم الحلقة، أشكرك أستاذنا الجليل، شكرا جزيلا محمد بن مختار الحسن أستاذ أصول الفقه في مركز تكوين العلماء بنواكشوط، وأشكر المشاهدين الذين أسهموا بآراء ومشاركات نيرة طيبة، وأشكر الذين تابعوا الحلقة، وأنقل لهم تحيات الفريق الذي أعدها في التصوير أحمد والحرمة عمر والصائم، في الصوت عبد الله المحفوظ، الإرسال سيدي بنت ملفال، سكريبت قرش بنت بومنة، توزيع الهاتف مريم من تحدي، منسقة البث السنية من تبيروك، الإشراف الفني طهمان اللبود، في متابعة البث محمد والبني، وكل ذلك بإشراف المخرج محمد سعيد والمرابط. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.